السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منح كتيرة جدا، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة، وكنا كمان عرضنا فرصة وهي فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وكان عملية التقديم والقبول فيها حصرا عن طريق قناتنا، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصرا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن خدمة وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. واحب انوه كمان لجميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالمنحه اللي هنتكلم عليها النهارده، هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدا على بركه الله ونتكلم عن فرصه النهارده، وهي فرصه ممتازه جدا في دوله اوروبيه متاحه لجميع المؤهلات الدراسيه. هي فرصة تطوع ممولة بالكامل في السويد. طبعا دولة السويد دولة غنية عن التعريف ودولة من الدول القوية، تمام؟ زي ما قلنا دولة السويد المدينة اللي هيكون فيها التدريب ده او التطوع هي مدينة جافل، تمام؟ الجهة المانحة، مين الجهة اللي بتقدم فرصة التطوع دي؟ هي رابيتيك اكتيفيتي سنتر سانديفيكان، تمام؟ دي اسم المؤسسة المانحة للفرصة. وطبعا كنا اتكلمنا سابقا عن فرصتين تطوع، كانوا فرصة تطوع في بلجيكا وفرصة تطوع في ليتوانيا، وكانوا برضو فرصتين ممتازتين جدا. في ملاحظة هنا، هذه المنحة متاحة لجميع الأشخاص من أي مؤهل دراسي سواء كانوا طلاب أم خريجين، يعني لو حضرتك بتدرس دلوقتي تقدر تقدم في المنحة، لو حضرتك بتخرج وبتشتغل تقدر تقدم في المنحة، لو أنت معاك مؤهل متوسط ثانوية عامة اي مؤهل تقدر تقدم في المنحه دي لانها ما بتشترطش مؤهل معين، تمام؟ مده المنحه دي قد ايه؟ المنحه دي مدتها سنه، تمام؟ يعني حوالي ممكن نقول 46 اسبوع 50 اسبوع، يعني ممكن نقول سنه. هتتراوح او هتبدا المده ما بين 1/9/2020 هتبدا في شهر سبتمبر حتى 31/7/2021، تمام؟ يبقى لمده سنه هيتم فيها التطوع ده. طيب بالنسبه للفرصه دي ايه التمويل اللي موجود فيها؟ الفرصة دي تشمل لك تمويل كامل. أول حاجة هيعيش المتطوع في شقة مفروشة بالكامل على بعد 10 دقائق من مركز النشاط اللي هيكون فيه التطوع، وهيكون عايش مع متطوعين آخرين، هيوفروا لك أنت مثلا ومتطوع آخر معاك شقة هتكون مفروشة ليك بالكامل عشان تقدر تعيش فيها في مدة السنة دي. كمان هتوفر لك تذاكر الطيران من بلدك إلى السويد، تمام؟ من دولتك الى السويد مجانا لما تروح لاول مره، وبرده لما ترجع لبلدك مره اخرى بعد انتهاء المده هيوفروا لك تذاكر عوده. كمان هتحصل على 5 يورو يوميا، هيدوك زي كده بوكيت ماني 5 يورو هيدوهم لك كل يوم بما يعادل 150 يورو شهريا، يعني انت هتاخد مرتب شهري منهم 150 يورو شهريا، دي بس كبوكيت ماني. طب شخص يقول لي طب بالنسبه لتكاليف الطعام، انا ذاكر لكم هنا تكاليف الطعام اهو، سوف تحصل على مرتب اضافي يغطي لك تكاليف الطعام، يعني خارج ال 150 يورو انت كمان هتاخد مرتب تاني عشان يغطي لك كل التكاليف الطعام بتاعتك. انما ال 150 يورو دي بس كده كبوكيت ماني تقدر تتصرف فيها زي ما انت عايز. كمان هيكون وسائل النقل هتكون بالمجان للتنقل في مدينه جبل، كل وسائل النقل هيدوك زي بطاقه كده تقدر تتنقل داخل المدينه من غير دفع اي تكاليف للنقل، تمام؟ كمان هتاخد تدريب قبل التطوع قبل ما تتطوع، لو انت طبعا يعني مش فاهم ازاي هيكون التطوع هيمشي ازاي، هم هيعملوا لك تدريب لمده مثلا اسبوع اسبوعين، والتدريب ده هيعرفوك فيه على كل شيء، تاخد يعني التفاصيل عن البرنامج بالكامل وازاي هتشتغل في البرنامج ده. كمان هيتيح لك الفرصه انك تزور سويسرا والتعرف على الثقافه الاوروبيه، يعني فرصه ممتازه جدا، تمام؟ ايه الدول بقى المتاحه للتقديم في الفرصه دي؟ عندنا مجموعه دول، الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، الجمهورية العربية السورية وتونس، ودول أخرى غير عربية. يبقى من ضمن الدول العربية اللي عندنا هم دول فقط، أي دول أخرى عربية غير متاح ليها التقديم، تمام؟ طيب مواضيع التطوع، التطوع ده بيتكلم عن إيه؟ أو إيه اللي حضرتك هتعمله هناك؟ بيقول لك التطوع ده بيتكلم عن إنشاء أنشطة للأطفال والشباب في مجالات التكنولوجيا والثقافة والإعلام والاستدامة والموسيقى وأي أنشطة اجتماعية. يعني هم بيدربوا الاطفال والشباب على انشطه وبيعملوا لهم انشطه يعني زي توعيه كده، وانت حضرتك هتساعد في الانشطه دي، والمركز ده بيستقبل الاطفال او الطلاب ما بين 16 لحد 18 سنه، تمام؟ يبقى انت هتتعامل مع اشخاص من سن 6 سنين لحد سن 18 سنه.
وهذا المكان هيكون مثالي ليك كمتطوع عشان تطور مهاراتك في القيادة وتصبح يعني شخص يعني قادر على التواصل بشكل كبير، يعني هتكون فرصة ممتازة جدا. شروط التقديم بقى للفرصة دي، من ضمن الشروط اللي لازم تلتزم بيها ان يكون سنك بداية من 17 سنة حتى 30 سنة، لازم يكون سنك ما بين كده 17 ل 30 سنة، مش اقل من 17 ومش اكتر من 30 سنة. الاعمار بتاعتك او الاعمار بتاعت كل شخص او عمرك لازم يكون متراوح ما بين 17 لحتى 30 سنة. اخر موعد للتقديم في الفرصة دي هو 30 ابريل 2020، يعني لسه نقول معاك شهر ونص قبل ما مدة المنحة تنتهي. ملاحظة، احنا كقناة منح من كل الالوان بنقدم فرصة التقديم او بنقدم خدمة التقديم لأي فرصة او منحة انت عايزة، تقدر تقدم من خلالنا ونقدم لك بشكل احترافي وبمبلغ مالي بسيط، او تقدم من نفسك بتبع شرح الفيديوهات. تمام، وهنا انا حطيت لكم الاعلان الرسمي للمنحة، وهنا ده لينك التقديم. تعال كده نبص على الاعلان الرسمي سريعا ونشوف بيتكلم عن ايه وايه التفاصيل اللي موجودة فيه. الاعلان الرسمي هزرك بالشكل ده، وطبعا انتوا لو فاكرين اتكلمنا عن الموقع ده اللي هو يوروبيان ياس بورتال، اللي هو كان فيه منحه بلجيكا ومنحه لتوانيا اللي هي فرصه تطوع، فبالتالي احنا برضو لسه معانا الموقع ده. وهنا اسم المؤسسه رابيتك اكتيفيتي سنتر سانديفيكان، وهنا بيشرح لك هيشمل لك ايه البرنامج، تمام، تذاكر الطيران وما الى ذلك، الدول المتاحه للتقديم في كل الدول، قائمه الدول كلها هتلاقيها هنا، تمام، واخر ميعاد للتقديم هو 30/4/2020. يبقى ده بالنسبه ليه الموقع الرسمي للمنح. تمام، نرجع بقى تاني هنا لابلكيشن التقديم، ازاي ممكن تقدم في الفرصه دي. انا هنا حطيت لكم لينك التقديم، هتيجي تضغط على كلمه قدم الان دي عشان يفتح معاك لينك التقديم. هيفتح معاك لينك التقديم بالشكل ده. طب ايه بقى ده؟ اول حاجه حضرتك لازم تعمل ايميل او اكونت على الموقع اللي هو بتاع يوروبيان ياس بورتال، وبعد كده تخش تملا للفرصه. فانا لو كشخص جديد يعني مش عارف اي حاجه عن الموقع، هروح عند كرييت اكونت واضغط عليها، تمام، وابدا اعمل اكونت جديد، احط اسمي اسم العائله الايميل بتاعي واكد الايميل واكتب الكود اللي هنا اكتبه هنا واضغط على المربع ده، وبعد كده اضغط على كرييت اكونت، يبقى انا كده عملت اكونت على الموقع. بعد كده لما تعمل اكونت هيوصلك على الايميل اللي انت كتبته هنا، ايميلك الشخصي، يوصلك عليه رساله من موقع المنحه بيحتوي على الباسورد او اللينك التفعيل اللي انت تستخدمه عشان تسجل دخول للمنحه. تمام، طيب انا دلوقتي عملت الاكونت، اعمل ايه؟ ارجع تاني واضغط على لوجين هنا، تمام، وتكتب الايميل بتاعك هنا وتكتب بعدها الباسورد، هيطلع لك بعد كده خانه الباسورد، وبعد كده تخش الابلكيشن بتاعك. طيب انا مش هشرح الجزئيه دي لان انا بالفعل شرحتها سابقا في منحه بلجيكا ومنحه لتوانيا، وفي على الشاشه دلوقتي يظهر لكم رابط الفيديو الخاص بمنحه بلجيكا، تقدر تطلع على عمليه التقديم بشكل كامل، كنا شرحنا فيها التقديم بشكل كامل لان نفس الموقع هو اللي كنا شرحنا عليه، فبالتالي بلاش التكرار عشان كده هنضع بس رابط الفيديو الخاص بمنحه بلجيكا. وبعد كده بقى بترسل حضرتك الموتيفيشن ليتر، بعد كده بيطلع لك رساله في الاخر اللي هي الموتيفيشن ليتر ليه عايز تقدم للمنحه دي، بتكتب المقال بتاعك وبعد كده بتعمل سند للمنحه، وبكده يبقى انتهى عمليه التقديم للفرصه دي. تمام كده، يبقى نرجع تاني ونتكلم على الفرصه سريعا. بتوفر 150 يورو شهريا، مصاريف الطعام هتوفرها لك كمان، وسائل النقل، بتوفر لك تذاكر الطيران مجانا من بلدك الى السويد، هتوفر لك شقه مفروشه بالكامل، هتكون قريبه من مكان التدريب وهتعيش فيها مع متطوعين اخرين، يبقى كده فرصه صراحه مموله بالكامل وفرصه ممتازه. ويا ريت لو يعني مهتمين فيها تقدموا فيها لان فاضل لها شهر ونص وتنتهي فقط. وفي النهايه اتمنى لكم التوفيق والقبول في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.